أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في مضيق باش نحضروا سبيكتاك العرسية الخالد. خليكم معنا. كنا صراحة صغارين فان ديالو، اليوم حصلنا الشرف أننا حاضرين معاه هنايا بدعوة خاصة منه، ونجينا باش نفرحوا معاه ونشطوا معاه، وإن شاء الله يا ربي الحبيب غتجوز أمسية واعر. بما أنها العراسية تينا تبارك الله عارفين أنك مزوج، واش كتنصح الشباب يتزوجوا ولا شنو الرأي ديالك تزوج؟ لا ضروري أخي، نكذبش عليك صراحة، الجو شي حاجة واعرة. أي والله الواحد زيد حمسني زيد حمسني. لا لا الواحد شو الواحد إلا لقى مع من يكمل حياته، دونك صراحة الله شي حاجة مزيونة، واحد استقرار نفسي واستقرار مادي، وما نعاودكمش يا خوتي والله إلا الزوج شو، وكتولي كتغلط وكتولي مزيون في وجهك والله إلا كتولي واعر. الزيت ديس من هنا، مرحبا بك في العرس. الله يحفظك، شكرا بزاف. فوقاش غنفرحوا بك؟ فوقاش غنفرحوا بك؟ قريبا إن شاء الله، قريبا. شحال هاد قريب؟ تكتب إن شاء الله. مواصفات الرجل ديالك هنا، الله يرضى عليك، عي مواصفات على الله شي ولد الناس يكون كيشوف دابا. ولد الناس عنده الفلوس ضروري فلوس. لا لا ماشي مشكله الفلوس، يكون غير ولد الناس وكيخاف الله وكيتقي الله، هذيك اهم حاجه. شنو نسين احسن في النظر ديالك، واش العزوبيه ولا الزواج؟ الزواج ثم الزواج ثم الزواج. الله يرزقك شي ولد الناس ويكون عنده الفلوس. هذيك اهم حاجه. شكرا. شكرا بزاف. هذا صلاح الله مما حتى غمل وجوب خوشبة يا خواتي ناقي من مهنة.
السلام عليكم، معكم حسن ومحسن. حنايا كنتواجدوا اليوم في العراسيه ديال الخالات مع ميمح صديق ديالنا. عرضنا السيد والسيد. حنايا الصراحه عرضنا ميمح صاحبنا وعرضنا وجينا نحضروا معاه نفرحوا معاه وتبارك الله هادشي داز لهم تاون صراحه. بما اننا في العراسيه فوقاش غنجوجوا باقي كتفكروا تجوج؟ باقي اخي باقي ما جوجنا، الله يسهل علينا ان شاء الله قريب ان شاء الله ان شاء الله مع الوقت. واش هما فابور الزواج ولا العزوبيه شكون اللي احسن؟ لا لا الزواج مهم 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 ان شاء الله وكل انسان يجمع راسه حسن. والله الشتات ما تصلح حتى شي واحد. انس والخطيب مرحبا بكم في العراسيه الخالات، خصنا نسقسيكم فوقاش غنفرحوا بكم. الله يحفظ يا رب. والله العاودي لو فورمات الزواج حق الله هذيا انا ما كرهتش العقل والله ما تجوز صراحه. هذا اخوان طغى هذا خصني نزوج في اقراوه. انا خليوني اليوم واحد النهار كبير بالنسبه لنا وفرحنا فيه مع خاي ميمح. كان وقف واحد المده وحاليا خصنا تشجيعات ليلو. ميمح تبارك الله معروف في المغرب كامل وخارج المغرب، سافرت معاه وشفت الناس كيفاش كيبغيوه وباغي الجديد ديالو، فان شاء الله يا ربي غادي يرجع وغادي يرجع بقوه. بما اننا في العراسيه انت تبارك الله مزوج، واش كتشجع الشباب يزوجوا ولا يتسناو شويه؟ اي واحد في الاستطاعه ديالو يزوج ولقى بنت الناس وكان حتى هو ولد الناس يمشي يزوج يتوكل على الله. الا كان فيك في عائل يجلس في الدار ديالكم بلا ما تعدى على ديك بنت الناس معاك وهذا ماك. فهمتي والو اللي بغينا كيزدهم دابا هي الصحراء ديال الخروه ديالي. لا ما صحبتك لا ما صحبتك. الله يكبر بك اخاي ايوب ونورتينا بالحضور ديالك اخاي وما شاء الله عليك. ابقيتي في كلمه قلتي غتمل العراسي هاد الخالات عملتي؟ قلت لك كنت باقي مهرس باقي جالس في الفراش. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى انا وقفت على رجلي وشكرا بزاف اخي ايوب حيت جيتي معنا. العفو اخي محمد بالعكس شرف لي لانني نكون حاضر معك. الله يكبر بك اخي ايوب. بما اننا في العراسيه كتنصح الشباب يجوجوا ولا لا؟ واش غنقول لك الزيت غالي يا الخاو. الزيت وصلت دابا وصلت 100 درهم وزياده فلهذا يتسناو حتى تنقص الزيت. لا لا يتزوجوا يتزوجوا. بنادم اللي كيتوكل على الله وكيتزوج ربي غيرزقو من حيث لا يحتسب. وتين عارف الزواج في المغرب اخي ايوب دخل السخره وخرج الزبل هذا هو الزواج. المهم اخي محمد كنتمنى ما يكونش هذا اول واخر سبيكتاكل حيت تبارك الله عليك داكشي في مستوى ما كرهناش داكشي تعاون. لا لا خطيك ضروري ضروري شو هذا هي واحد بث تجريبي باش نكونوا واضحين هذا واحد سبيكتاكل تجريبي باقي ما درسناش الامور مزيان حيت كان واحد الوقت قصير وجدنا فيه فكان واعد الجمهور ديالنا باللي سبيكتاكل ديال العراسيه الخالات باقي غيتعاود في طنجه باقي غيتعاود في تطوان باقي غيتعاود مثلا في مراكش باقي غيتعاود في بزاف بلايص وقبلوا علينا ومرحبا بك. ارحم والدك. شكرا اخي محمد. السلام عليكم خي صهيب نابولي. السلام عليكم خي صهيب طيب. مرحبا بكم معنا. غنسقسيكم شنو اللي كتعملوا في العراسيه ديال الخالات ومدا بصهيب نابولي؟ جينا الخاوة نحضروا العراسيه ديال الخالات وكانت واحد المفاجاه. نوصينا كليب اليوم اغنيه حقروني وانا صغير والخاوة هادشي اللي كاين. خي صهيب الطيب كيفاش دازت العراسيه؟ الخاوة واعره والله العظيم توحشنا الصراحه نتلاقاو بهاد الناس هادو اللي مده حنا ما تلاقيناش وتوحشنا هاد المجمع بحال هيدا وكذا. فمحمد جمعنا كاملين هنايا انت كتشوف بحال حيينا واحد صله الرحم من جديد فهمتي كيف. والحمد لله داز داكشي واعر بزاف. خي ياسين مرحبا بك في العرس ديال الخالات. الله يحفظك الخوت. خي ياسين كنتي في تركيا جيتي هنايا كيفاش عملتي؟ ان شاء الله جيت هاد السيمانه وعيط لي صهيب صاحبي وقال لي مرحبا بك ولبيت له الدعوه وجيت لعنده وفرح معاه. كيفاش جاتك العراسيه؟ داكشي غزال يا سلام اخي. اي والله داكشي واعر. فوقاش غنفرحوا بك شي عراسيه ديالك ان شاء الله؟ شي عراسيه هاد الايامات غنشوفوا شي عر. لا ماشي المادام عشرتي وصافي. علاه دبر لك مراه؟ دبر لي الناس بزاف كيجيب لهم الله المادام وكذا ومصاح معاه كاين حتى شي حاجه. واش كاينه مراه بعدك ولا باقي ما كايناش عادي كتفتش؟ كاينه كاينه الصراحه. كاينه شي نزال كاينه زعما فهمت؟ خصك يتوكل على الله. توكل على الله. الله يسهل عليك اخاوي ياسين وشكرا بزاف بارك الله فيك. شكرا بزاف. شكرا بزاف ميمي.
كملوا معايا تسمى على بزاف كملوا معايا شكرا على حضوركم نتمنى ما تكونش حتى شي واحد ما عندي والو ما عندي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.